24 الشهر تبلغت من قبل ابن عمي كفاح المومني بانه تعرض الى حادث اغتيال في لندن، مش عندنا هنا. مباشره انا اتصلت مع السيد عدنان، طبعا اعطاني رقمه وتفاهمت انه اياه، وقلت له اولا هذا الحكي ما بيع فيه ابو مضر ولا بيع فيه ال زهران من تبعيات هذا الحادث، على اعتبار انه الزلمي اسمه مضر زهران بغض النظر، لانه هذا بيظل ابن ال زهران. فقال لي جاوبني بالحرف الواحد، قال لي انا تنكرت لكل اموره ومواقفه السياسي وكل الوضع هذا. فقلت هذا الحكي احنا في عندنا بالبلد عدم مؤاخذه في رئاسه باشانا وكبيرنا اخونا ابو ركان، وعندنا من الشباب الشيء الكثير اللي حقيقه يتعاطفوا مع مثل هذا الحدث، وممكن نكون لا سمح الله يصير في رد فعل عكسي للجماعه الموجودين هنا. احنا تربطنا علاقات طيبه مع ال زهران بالزرقاء وبعمان، وهيكم انتم بذاتكم بتعترفوا بانه العلاقات متداخله، وخطا واحد ما يعني لا يجوز انه اثر على علاقه عشيرتين مع بعضهم. كان حقيقه الوضع امبارح عند الباشا وضع متشنج من قبل الشباب، وعودتهم بحضور الباشا وقلت لهم يا اخوان احنا تفاهمت انا وابو المضر، انا ما اتصلت مع اي واحد من الذوات اللي اجوا مع معيتك اخي الكريم، وكانت النتيجه بانه احنا فندنا القضيه بشكل عام، والان بدنا نشوف موقف ابو مضر وموقف الاخوان اللي جايين معه. الموقف كالتالي اللي احنا الان متفقين عليه واللي احنا بدنا اياه كعشيره، استنكار اولا لموقف لمضر، استنكار للتهديدات اللي بتتم هنا، ثلاثة اعلان ولاء مطلق للقياده الهاشميه وللوطن، أربعة يتحمل مسؤولية غلطه هناك، ويكون إحنا حقيقة في مطلق الصلاحية نأخذ حقنا بأي أسلوب إحنا بدنا إياه، ما تطلبونا عشائريا. هذا مجمل الحديث اللي إحنا أما أنا عدنان زهران، هذا دوري، أما أنا عدنان زهران فإنني أبرئ نفسي وأسرتي من مضر زهران قبل ما تصير القصة، قبل. أما وأعلن هنا غضبي عليه من الله، وأستنكر وأنا بكامل أهليتي كل ما يقوم به من عمل أو قول ضد بلدي وأهلي، وعلى رأسنا سيدي جلالة الملك المظفر عبد الله الثاني. وأقول لكم وأقول لك يا مضر، عليك أن تعرف مخطط اليمين الإسرائيلي التخريبي في العالم، إن رجالة الأردن وأبنائه رووا بدمائهم تراب فلسطين، تراب أرض فلسطين، وفي أكثر من موقع في جنين وقلقيلية والسموع واللد والرملة والقدس وجبل المكبر وكفار رأس. أنا بحكي كلام بجوز في بعض الشباب ما بيعرفوش البشوات، أنا معروف إن شاء الله للجميع. إن رجالات الوطن وأبنائه رووا بدمائهم تراب أرض فلسطين، وفي أكثر من موقع في جنين وقلقيلية والسموع واللد والرملة والقدس وجبل المكبر وكفار عصيون وأريحة وبيتوني وفي حسان وبتير وباب الواد، وفي كل أرض معركة خاض أفراد الجيش العربي المصطفوي حامل أقصى ورائه.